صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ طبعا عذرا على الصوت اللي حده تعبان، بسوي معاكم حلو سريع. انت قهوة انا ومي، فقلت بسوي لي تمرة كذي سريعة وبحط لكم طريقتها. بالنسبة حق المقادير، اول شيء هنا عندي تمر او رطب، انا مستخدمة رطب، تقدرون تستخدمون تمر اذا تحبون. هنا عندي جبن فيلادلفيا، وتقدرون تستبدلونه بالقشطة الفرش اللي تلقونها بالثلاجات، مو اللي بالأرفف، القشطة الفرش. أوكي، وهذا بسكوت مطحون، أنا مستخدمة بسكوت لوتس. وعندي هني رهش اللي يصير كذي مثل رهش شعر، عرفته، ونفس كنا شعر بنات بس هو رهش. وهني عندي بيكان أو أي نوع مكسرات أنتوا تفضلونه، تقدرون تحطون لوز، فستق، أي نوع أنتوا تحبونه. وآخر شيء عندي هني صوص اللوتس، طبعا هذا راح ندخله الميكرويف شوية يذوب ونصبه فوق التمرة. أول شيء شنو سويت؟ قصيت حبة الرطب كذي بالسكين وأطلع منها الطعامة أو النواة. أوكي، وحين أقول لكم شنو أحشيها. بتساعدني العاملة أسوي كم حبة قدامكم، شوفوا هذه الرطب أو التمرة. الحين أحشيها شوية جبن فيلادلفيا، أوكي، وأحط حبة بيكان كذي بهذه الطريقة، وبس كذي تكون عندكم التمرة جاهزة نحط لها التوبينج. نفس الشيء الحين بسوي واحدة ثانية قدامكم، أشق التمرة كذي وأطلع النواة وأحشيها شوية جبن فيلادلفيا، أوكي، وبعدين حبة بيكان، بس كذي التمرة جاهزة نحط لها التوبينج. هذا شكل الرطب عقب ما حشيته، صفيته بمعون التقديم. الحين أقول لكم شلون نحط التوبينج. أول شيء هني عندي صوص اللوتس، أخذ منه قفشتين كبار وأحطه بالميكرويف، أخليه يسيح يذوب، بعدين أصبه فوق التمرة أو الرطب. شوفوا هذا شكل الصوص اللوتس عقب ما طلعته من الميكرويف. الحين أغرق الرطب من صوص اللوتس كذي بهذه الطريقة. شوفوا غطيت الرطب عدل بصلصة اللوتس. احنا ليش حطينا الجبن؟ لأن نبي شيء مالح يكسر السويت اللي بالتمر واللي بصلصة اللوتس واللي بالبسكوت واللي بالرهش اللي بحطه الحين، عرفتوا؟ فعشان كذي انا حطيت جبن فيلادلفيا. طبعا اذا ما عندكم جبن فيلادلفيا تقدرون تحطون جبن كيري او مثل ما قلت لكم القشطة الفرش. الحين بزينه بالبسكوت المطحون اللي هو بسكوت اللوتس، وبعد بالرهش، بس الرهش انا افضل النوع هذا يعطي شكل احلى. ما عندكم عادي الرهش العادي، قصصوه بس مربعات ولا يعني احجام صغيره وقطوه كذي فوقه. بحط اول شيء الرهش كذي بهذه الطريقه، وايد لذيذه هالتمره وحلوه تغير، يعني مو كل يوم سويت، نبي تمر. وأزين الحين بسكوت اللوتس المطحون، وبس، ولا أجمل ولا ألذ. جربوها وعطوني رأيكم. وهذه تمرة اللوتس جاهزة، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. يلا الحين عنذنكم بنت قهوة.